انت اعطيني موقف. شو تريد موقف؟ انت اقوى موقف حقا. ها اتهم مشروع مقدم برامج على هاي السترة. ها لا اعطيني موقف. يلا موقف عندي ولا صاحبي وجهه تحيه حلاق اسمه حبيب. تحياتنا حبيب الحلاق. جيت زين يمه لقيت واحد قاعد ياخذ له خيط. يعني هو حبيب قاعد ياخذ له خيط الواحد. فقلت لحبيب راح اروح السوق اجيب غراضه واجي. حبيب قلت له فاتت عجوز شلون تلزمني من يا اختي؟ مو عيب ابقى جديتك ابقى شنو حبيبي؟ قلت لها صاحب اسمه حبيب. قلت له حبيب صحتي اجي حبيب. قلت له شو اسمك؟ قال حبيب. قلت له هذا ما مؤدب. مو مؤدب هذا ما مؤدب بجدك انا بجد وكلبتي بياخت اسمع انا صغير لحيتي هلب مو تقول كبير وهاي شنو حجيه؟ قلت له ايش فيك حجيه متعارضتي شنو طرقعتك بالعباس صاحبه اسمه حبيب؟ قالت لا انت عينك بعينه. وقلت له حبيبتي قلت تردين رقمك؟ واو لو شهرتني شهيره عاد وراها العالم كله يقولون عم والله هذا اسمه حبيب وقوه فكتني. هذا الموقف ولا انسى اخوي علي تحياتنا الحجيه نوب ربطتها مال الحج وهاي مسوي تراحت ما حجت قد جديتك فبقول حبوبتك الف تحيه للحجايزنا تحياتنا اي والله. والحسين اسمه حبيب هو وانا قصدي علي حبيب. صارت بوجهك صارت بوجهها بس قلت تريدين رقمك بس كفي يعني جيت يوم كل الطرق